هيئة التنسيق النيابية نجحت وحققت مجموعة أهداف مهمة. أولها إنها قدرت تصد الاختراقات الطائفية والمذهبية، وتانيها إنها كشفت للرأي العام مواقع الهدر والفساد، وثالثا إنها صمدت من دون ضربة كف ولا حرق دولاب. طيب لنفترض إنه الحكومة أقرت سلسلة الرتب والرواتب على دفعات أو دفعة واحدة، شو رح يصير بمواقع الهدر والفساد بعدين؟ مين رح يكفي الطريق بالوقت اللي الاتحاد العمال العام مشلول وخاضع للعبة السياسية، وبالوقت اللي الأحزاب الموجودة مفلسة ومنخورة بالمذهبيات؟ يمكن تتحقق المطالب، إنما الغلا والتضخم رح يبلع الزودات قبل ما تندفع. شو رح نعمل بعدين؟ مين بده يكفي الطريق؟ أسئلة كبيرة وخطيرة، والبلد كأنه ناطر بوصة عين الرمانة جديدة. هذا رأيي، فكر فيها.